السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت ZTE اليوم على سلسلة الإكسون 30 المتكونة من جهازين ZTE إكسون 30 برو و ZTE إكسون 30 ألترا. سنتعرف معا في هذا الفيديو على النسخة الأقوى ZTE إكسون 30 ألترا، سنتعرف على مواصفاته، السعر الذي ينزل به. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا ZTE إكسون 30 ألترا 5G مع الشاشة من نوع أموليد 1 بي كولر، شاشة ممتازة جدا، شاشة خرافية أصدقائي. تأتينا مع ريفرش ريت 144 هرتز. كما تأتينا هذه الشاشة مع إيدج انحناء على الجانب الأيمن والأيسر. هذه الشاشة أصدقائي تأتينا بحجم 6.67 إنش وبنسبة استحواذ 91.1%. كما تأتينا محمية بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 5. ظهر الجهاز أصدقائي مصنوع من الزجاج والفريم مصنوع من الألومنيوم. كما نجد في الظهر مستطيل في 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.6. الكاميرا الثانية أيضا تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.9. الكاميرا الثالثة كاميرا بيريسكوب تيليفوتو، ستعطينا 5x اوبتيكال زوم، 5 مرات زوم طبيعية. تأتينا هذه الكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f3.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، فتأتينا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. ZTE إكسون 30 ألترا يصور الفيديو بدقة 8K مع 30 فريم في الثانية، كما يصور الفيديو أيضا بدقة 4K مع الخيار بين 30 أو 60 فريم في الثانية. بالنسبة لكاميرا السيلفي، الجهاز يأتينا مع كاميرا أمامية فقط تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل. معالج الإكسون 30 ألترا أصدقائي يعتبر الأفضل لهذه السنة من شركة كوالكوم، سناب دراجون 888 5G بمعمارية 5 نانومتر، معالج قوي جدا رأيناه مع جميع الفلاج شيبس لهذه السنة. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11 وواجهة ماي او اس 11. بطارية ZTE إكسون 30 ألترا أصدقائي تأتينا بحجم 4600 ملي أمبير، بطارية ممتازة. كما يأتينا الجهاز مع شاحن صاروخي في العلبة بسرعة 65 واط. الإكسون 30 ألترا أصدقائي يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الشاشة، يأتينا مع لاود سبيكر عادية ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. بالنسبة للنسخ، سيتوفر الجهاز بثلاث نسخ. النسخة الأولى تأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام. النسخة الثانية تأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 12 جيجا للرام. أما النسخة الثالثة فتأتينا مع 1 تيرابايت للمساحة الداخلية و 16 جيجا للرام. فعلا نسخة خرافية. كذلك أصدقائي، الجهاز غير داعم لمدخل SD كارد، يعني ليس بإمكانك إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان، سيتوفر الجهاز بأربعة ألوان: اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الذهبي والبال تركواز، اللون الأزرق. ننتقل إلى النقطة الأهم وهي السعر، حيث سيتوفر ZTE إكسون 30 ألترا 5G بسعر يبدأ من 600 يورو، ما يعادل 720 دولار مع النسخة الأقل، ليصل إلى أقصى سعر مع النسخة الأقوى من 850 يورو، ما يعادل 1020 دولار. فعلا ZTE هنا تقدم لنا مواصفات فلاجشيب بسعر فئة متوسطة عليا، جهاز قوي جدا يقدم الكثير والكثير مقابل سعر قليل أصدقائي.
صفقة ممتازة من شركة ZTE تقدمها لهذه السنة. إلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.